طب دلوقتي هنشوفك لوحه التحكم او بورد التحكم للثلاجه الشارب انفرتر. اول حاجه مفك عاده رفيع وابدا ادي قرصه بسيطه جدا جدا المنظر ده، ودي كمان قرصه هنا. يخرج معايا البورده بالمنظر ده. طبعا زي ما شايف هنا في ضفرين، دول بيخشوا الاول وبعدين بقفل الضفرين دول. طبعا منظر البورده لو عاوز اغيرها بشيل السوكت وبغير البورده الداخليه من خلال الايه الليتشن دي. طيب هركب مره ثانيه، بدخل الجزء ده الاول كده وبعدين بقفل المنظر ده كده. شكرا.